كشف الحقيقة هي على عهدة الهيئة وليس على عهدة المتحدث أو الضحية. إذن التثبت من الحقيقة هي أعمال التقصي قاعدة تقوم بها الهيئة، ثم إعداد برنامج شامل لجبر الضرر، والهيئة بصدد إصدار هالبرنامج الشامل هذا. أعمال التقصي في إيش نعملوا بها؟ ثم جزء من الملفات اللي سيوقع معالجتها فقط في داخل الهيئة، وجزء منها وهي الملفات التي تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يوقع إحالتها على القضاء المختص. والقضاء المختص إيش نمدوله؟ أحنا نمدوله ملفات أتقصينا فيها وحققنا فيها وجبنا الإثباتات التي تفيد وقوع الانتهاك، من قام بالانتهاك، ونحيل على القضاء القائمين بالانتهاك، ونركز على سلسلة القيادة في المسؤوليات، معناه من الأرفع درجة إلى أدنى درجة، ثم نحدد ماذا جرى ونطلب القضاء الفصل في هذه الملفات هذه. إذن هذه هي عهدتنا، هي مازالت ما استكملتش والناس حكمت عليها بعد اللي هي ما عملت شيء.